ما هو موقفي كمسلم لو دخل اليهود أو الأمريكان، وهل يجوز أن أقاتل تحت راية، الراية الموجودة الآن وهي راية غير إسلامية؟ إن الدفاع عن النفس تجاه المهاجم للمسلم في عقر داره أمر واجب حتى لو كان المهاجم مسلما، فكيف إذا كان المهاجم كافرا؟ أخذت جواب سؤالك؟ احنا كنا تحت رايات غير إسلامية. إيه، لكن قلت قبل ذلك ماذا؟ الهجوم إسرائيل أو أمريكا. الدفاع يعني واجب. وإذا كانت لكن لكن حينما تعلن راية، ترفع راية غير إسلامية للقتال، إذا كان المقصود بالقتال هو الدفاع فعرفت الجواب أنه واجب، أما إذا كان المقصود بالقتال هو المهاجمة فحينئذ لا يجوز إلا أن تكون تحت راية إسلامية.